لو سمحت يا ابو عمو ثانيه، معلش يا صاحبي، احنا محتاجين ناس تتبرع بدم، وده حاجه لله ومش هينقص من صحتك حاجه. معلش يا يعني ابو عمو والله عندي انيميا وبخاف بصراحه من الحاجات دي. يا باشا انا مش عاوزك تقلق من اي حاجه خالص. معلش يا ابو عمو انا اسف. متخصصين جوه. خد يلا خد يلا، لو سمحت اخد من وقتك دقيقه بس. نعم يا ابو عمو. معلش انا اسف، احنا محتاجين ناس تتبرع بدم، وده حاجه لوجه الله. معلش والنبي يا استاذ انا بخاف من الحاجات دي، ومعلش اعذرني انا اسف. يا باشا انت بتعمل ثواب وحاجه لله، في ناس راقده في المستشفيات مرميه مش لاقي حد يتبرع لها بشويه دم. حضرتك احنا عندنا ناس جوه مختصه في الموضوع ده، مش عاوزك تقلق من اي حاجه. لا مش عارف اقول لك ايه، بس امرنا لله. شوف انا يا باشا لحضرتك، اتفضل تعال. لا 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 اله الا الله. محتاج دم تاني يا دكتور؟ لا لا دم تاني يا حاج يوسف، ده متبرع بكيس، علقنا له الكيس وجبنا له كيس تاني عليه. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ لا ما حصلش اي حاجه، توصل بالسلامه يا معلم. يا دكتور يا اختي.